اخواني اخواتي مشاهدي ومتابعي تلفزيون تي في اونلاين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذا اليوم 24 نوفمبر 2015، كما تعلمون الحكومه التونسيه ووسائل الاعلام التونسيه والعالميه تنشر خبر ان باص يتبع لي نقل اعوان الحرس الرئاسي وقع تفجيره على مقربه من وزاره الداخليه في تونس على مداخل مشارف شارع محمد الخامس المعروف اللي عند التوانسة وعند اللي يعرف تونس بالكدا. اول شيء حبيت نتوجه بكلمة تقدير الى آنسة ما نعرفش اسمها محطوط على موقع الصداء، وحبيت نطلب من هذا الموقع، هل يعني انتم لما نشرتوا اسم البنت هذه وحطيتوا المقال الصغير اللي كتبته، هل يعني تنوون الدفاع عنها لو صار لها مكروه لا سمح الله، ولا حمايتها باش ما يصير لهاش مكروه؟ مش من إرهاب، من حكومة التونسية ومن السلطة التونسية التي تتسلط وتتجبر على الشعب التونسي. اسم الآنسة الأخت أماني بوزيد، تحية تقدير مني لك أختي، وأنت صوتك أحسن وأقوى من رجال اللي موجودين واللي يقولوا على روحهم احنا رجال في الساحة التونسية الإعلامية والسياسية. نمشي للموضوع. يقولوا أنه 12 شهيد و20 جريح، 17 حالتهم مستقرة و3 تجرى عليهم عملية جراحية، وكبعد كل عملية ما نشوفوا حتى شهيد، نسميهم شهيد، حتى شهيد، ونشوفوا جرحى في مستشفى يزورهم شخصية سياسية قال شنو باش تطمن عليهم وتشوفهم في الفرج باش يمشيوا علينا الكذبة والمسرحية. بالنسبة للإعلام المسيس، كقناة التونسية وغيرها من القنوات، أنتم دوركم في هذه الأكاذيب هو أول شيء يبدأ بالتمويه ثم التشويش. التمويه بدأ منذ تقريبا أسبوع أو أسبوعين بقضية الراعي اللي قالوا ذبحوه في الجبل. هذه الحكاية هذه عملتوها باش تموهوا باش تدوخوا، يعني كما الزريقة بتاع الكلمون اللي تعطيوها للشعب التونسي باش يحكي فيها باش يتلهى بحاجة، وبعدك تضربوه بكف والكف يجي بالتشويش. تشويش اليوم صار يعني حطانكم على التلفزة فرضيات لا تدخل على العقل لا الصغير ولا الكبير. أول شيء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أنت كذاب. قيس معالج يقول لك أنت كذاب، مع احترامي لكل اللي يحبوه واللي ناصروه فهذا رئيسكم كذاب كما اللي كان قبله. أما بالنسبة للكلب الجرو رخيص الحكومة التونسية لحبيب الصيد، كلمة الصيد ما تتليقش بيك، لأنك أنت في ما عندكش أشهر قليلة تعرفش حتى تمشي. لما يجي يعني شخصية سياسية جاية من الخارج عامل كشكول درا كيفاش خانق روحك وما تعرفش حتى تمشي، وليت وزير. أما بالنسبة لبولحناك، بولحناك محمد الناجم الغرسلي وزير الداخلية، وينك بابا اليوم؟ غايب، ما شفناكش على الساحة. يعني موضوع هكا يمس وزارة الداخلية وأنت ماكش على مقربة من وزارة الداخلية وما شافك حد، وينك؟ مسافر زعمة ولا فواياج دو نوس ولا تحضر في الأكاديمية الشرطة بجنب مطار نفيضة على مساحة أرض تبلغ مساحتها 82 هكتار. يا شعب تونس فيق 82 هكتار أكاديمية شرطة، يعني على المفاهة الشرطة على مساحة أرض 82 هكتار. بالنسبة لينا وكإنسان تبع فهمت ونشوف شنو اللي صار من وقت الحرب العالمية الثانية،
هذه اذا ما كانتش سجن جماعي سميوها بالانجليزيه concentration camp ما تجمش تكون حاجه اخرى. وحضروا رواحكم ومشيوا. بالنسبه لاعلان هذه اعلنها نهار الخميس نهار الخميس مش هذا اللي قبله اعلنها لما في الزياره اللي جات نتاع وزير الخارجيه الامريكي جون كيري لتونس اللي صارت يوم الجمعه الفارط. بح كيفاش العمليه نتاع الكار كذبه؟ مش كذبه هي ايش يقول لك حاجه لما صار تفجير صار تفجير في التفجير يسميه في الانجليزيه اما هوكس ولا فولس فلاج. فولس فلاج لما الحكومه او السلطه تعمل الشيء هذا ويتسبب في تفجير او يتسبب في جرحى ووفيات. الله اعلم شنو اللي صار في الوفيات من عامة الشعب ولكن ما نتخيلش انه صار. علاش؟ لانه الشارع المؤدي من وزارة الداخلية للاسواق على علمي واللي اخبروني به الاخوة انه مسكر وانه ما فماش حتى مواطن ينجم يمشي، لا مواطن ولا سيارة ولا كلب ولا حيوان كما اللي يحكموا فيكم في السلطة. لذلك ما فماش عباد تمشي، لذلك ما فماش ضحايا. بالنسبة للشرطة، الشرطة والداخلية والأعوان الشرفاء، رسالتي لكم قصيرة صغيرة هكا برشا. ما يفيدكم إلا الشعب التونسي. نعاودها لكم مرة أخرى باش تفهموها. واللي يعرف عنده شرطي وبوليس في داره ويخدم بوليس يوصل له المعلومة هذه. في الأخر ما ينفعكم كان الشعب التونسي، هذوما اللي يحموا فيكم واللي يمشيوا فيكم واللي ياخذوا في أورهم أو أماور أم أما ياخذوا في الأوامر متاعهم من البرة من الشرق والغرب ما ينفعوكمش. هذوما ياخذوا في الفلوس يعبيوا تحت الطاولة يعبيوا في الأكونت متاعهم البرة ولكن ما ينفعوكمش. اللي ينفعكم هما أولاد بلادكم، هما الشعب التونسي. فتوحدوا مع الشعب وخليهم يعطيكم السلاح وبرا ميسالش، ولكن توحدوا مع الشعب. عمرك ولا ترفع سلاحك في وجه خوك المواطن التونسي. قالها لكم الرئيس زين العابدين بن علي واسمعوها وارجعوا اسمعوا خطابه الأخير. هذاك عبرة للتونسة كل. به فما حسب ما قاعد نشوف فما اعتداء على صحافيين كانوا يحاولوا تصوير الحدث الكذبة أو الباص الانفجار. فما باص انفجر الباص حاولوا يصوروه وقع الاعتداء على هذول الصحافيين. لما شرطي يعتدي على شرطي غير شريف يعتدي على صحفي أو إعلامي يحب يوصل المعلومة للمواطن، هذا يصير الشرطي الغير شريف أو الأمني الغير شريف يريد حجب المعلومة وبيخبي في حقيقة اللي هي لازم توصل للشعب التونسي. دونك هذه أول نقطة توري أنها عملتها الحكومة التونسية. وإذا مش الحكومة التونسية في آخر الكلام بتاعي مش نقولك مش كون اللي عمل العملية متاع اليوم. الطوق الأمني من وزارة الداخلية للأسواق يمنع تجوال التونسي حتى على أقدامه. أنا لما وصلتني المعلومة هذه اليوم بكيت. تونسي ما عندوش حق يمشي في شارع بورقيبة، شارع بورقيبة اللي كنا نهبطه في الويكاند وفي نتمشيو فيه، شارع بورقيبة اللي وقته كان يعجب السواح ما فماش حق تمشي فيه. طيب نمشي معاه. إذا ما تجمش تمشي في شارع بورقيبة، السؤال اللي جاني لمخي هما الفنادق اللي موجودة في شارع بورقيبة. ناخذ واحد بركة، أوتيل أفريكا. أوتيل أفريكا ما طلعش صوته استنكار علاش سكروا عليه الكوميرس متاعو. إذا ما طلعش صوته نقول لكم علاش، على خاطر قاعد يقبض في الفلوس والفلوس اللي دخلته أكثر من اللي السواح اللي كانوا يجوا. به أشكون اللي قاعد مقيم في هذه الفنادق في شارع بورقيبة واللي تسكر فيها شارع بورقيبة من الداخلية للأسواق تسكر على خاطره؟ أشكون اللي قاعد ساكن غاديكا في الفنادق هذه؟
ابحثوا عليهم. ولكن باش نسهلها عليكم، كنت نسمع اظن في قناة التونسية مرات يجيبوا واحد راجل، فما واحد صحافي اظن قال انها المخابرات ترتع في شارع بورقيبة. المخابرات ترتع في شارع بورقيبة، يعني المخابرات الأجنبية. شكون هي الأجنبية؟ باش ما نبعدوش برشا، عندك أمل باش نبدأ وبعديك إذا صارت لي حاجة راه أعرفوا على الفيديو هذا. المخابرات الأمريكية، الفرنسية والبريطانية، ما عنديش حاجة أخرى، نعاودها لكم، الأمريكية والفرنسية والبريطانية، هذوما المخابرات الثلاثة اللي يرتعوا ويصولوا ويجولوا في شارع بورقيبة، ولكن أكثر من هكا في الإدارات متاعكم، في الوزارات متاعكم، في القصر الجمهوري متاعكم. هاو علاش؟ الأمن الرئاسي. الأمن الرئاسي، أنا شخصيا قيس معالج لو كنت سياسي في تونس، وما يقولوا أنه ناشط سياسي، أنا إنسان عادي لا ثقة لي في الأمن الرئاسي بعد تاريخ 14 جانفي 2011. أعيدها لكم، لا ثقة لي في الأمن الرئاسي بعد تاريخ 14 جانفي 2011. علاش؟ همش نقول لكم علاش. على خاطر الأمن الرئاسي أصبح مخابرات أجنبية. الأمن الرئاسي اللي يسميوها أمن رئاسة الجمهورية وحماية الشخصيات، هذه مخابرات أجنبية توانسة، ولكن يعملون لصالح مخابرات أجنبية ويقبضوا من عند المخابرات الأجنبية ويمشيوا بإمرة المخابرات الأجنبية ويصبوا الصبة للمخابرات الأجنبية. والسياسيين اللي في تونس الكل، ومش كلهم خايبين،